كيف ما كتلاحظوا معنا في هذه اللحظات، انا الصقر ما بغاش ينزل لهم. متابعينا الكرام، كيف ما كتشوفوا انا الصقر ما بغاش ينزل لهم. تقريبا دابا شي 20 دقيقه والصرباش باقي معطلين. متابعينا الكرام، كيف ما كتشوفوا المشكل من الجمهور، لان الجمهور هو اللي كيصفر وكيصفق باش ان الطير خاف ومشى تما، مابقاش باغي ينزل وعاود نزل والجمهور عيطي. كيف ما كتشوفوا متابعينا الكرام، يعني الجمهور ملي كيشوف الصقر نزل تيبدا يصفر ويصفق، والصرباج مازال معطلين. متابعينا الكرام، كيف ما كتشوفوا ها مع عاوتاني جاو هنا انهم يحاولوا ينزلوه. كما كتلاحظوا متابعينا الكرام، حاليا نص ساعة ديال الوقت والصقر باقي منزلش، والناس ديال الصربات كيتسناو، والمشكلة هي من الجمهور، لأن الجمهور هو اللي كيصفر، هو اللي كيصفق ويصفر باش الصقر ما ينزلش. متابعينا الكرام، المرة الأولى طلع تما وبغى ينزل ولكن الجمهور بقى كيصفق ليه ويصفر. الناس ديال الصربات كيتسناو. متابعينا الكرام، حاليا نحاولوا تلقوا هذا باش الاخر ينزل. متابعينا الكرام، كما كتلاحظوا يعني الجمهور